الهيلوكس هذيك تخيل راك تشوف ها قهوه مايزينا لي زيبيس فور ورود المكالمات حول دخول بعض المياه للمنازل على سبيل المثال الصيدليه اللي رانا حداها جرات عمليه التفريغ كاينه عمليه انقاذ امراه مع اربعه بنات تم اجلاؤهم من الشعبه اللي حاصرتهم خايفين لا يزيدنا منسوب المياه يطلع وحنا هذو السكان تاع الواد يدخل لهم الماء كما تاع 2008 اللي جا الواد تاع 2008 وسنا رانا في 2018 زعما عدى 10 سنوات نوزينا ولكن نشوف مكتب الدراسات نتاعنا تاع الكوبياج نقولها لك بالعين لو كان ما سيموش الواد الماء يهبط لتحت ما يطلعش هاد السيمه طلعت النيفو تاع الماء عدنا حنا في الخطر كل يوم راه كل ما يجي الحمله نعودوا في الخطر لو كان ينحوا السيمه هذه يهبط الماء لتحت ما عودش يصرى لنا كيما كان السيم يفوت تحت القنطره هذيك داروا لها السيمه باه يربحوها شو عندنا عاد الماء يطلع لفوق كان هنا واحد البلوعات تاع اللي تصرف المياه كانوا مسكرين بالعين مما ادى الى دخول المياه الى اغلب المحلات هنا حتى المنازل اللي موجوده دار رول الطريق هنا دخلها الماء معناه الماء جا قوي ما لقاش منين يروح مومون تاع البلوكاج ياك تاع هذه القناه هذه اللي قديمه طلع الماء وطلع كاع الكودرون طلعوا كي طلع الكودرون هذيك ليفاكياسيون رجعت على الحوان تاعي دخلت هنا على نيفو بليس دو 25 سنتيمتر وحنا حاطين السلعه وراك تشوف دقائق قليله فقط من تساقط الامطار كانت هناك في القناه الرئيسيه اللي موجوده في المدخل الرئيسي للمدينه هذه القناه التي اصبحت حجمها لا يستوعب الكميه الكبيره من المياه لهذا ينبغي اعاده النظر وتكون هناك دراسه شامله لتصريف مياه الامطار بالاضافه الى ذلك الشيء اللي ناكد عليه كذلك وهو ان الدراسه موجوده لبناء لانجاز السد الموجود في المدخل في الجهه الشماليه للمدينه لهذا نطالب كذلك بالاسراع في هذا انجاز هذا السد الذي اكيد انه سيخفف الكثير من المشاكل حتى الساعه مازال ما حصيناش ما كانش هناك خسائر بالنسبه للخسائر الماديه موجوده لكن بالنسبه للخسائر البشريه لحد غير موجود